طيب يا فندم، انا معايا ولدين حضرتك، ولد كبير وولد صغير. معاك يا فندم ولد كبير وولد صغير؟ اه يا فندم، معايا ولدين طيب. الاثنين متزوجين، الاثنين متزوجين. طيب فانا ربنا اجبرني وجبت شقه للكبير. ايوه. الصغير ما قدرتش، جبت له شقه، اجيب له شقه، واخد بال سعادتك؟ طيب. بس فوعدته ان انا الشقه اللي انا قاعد فيها دي اكتبها اسمي. هل يصح ان انا اكتبها وانا عايش؟ طيب انت هتكتبها له وانت عايش، وانت حضرتك عايش، ربنا يبارك في عمرك، عشان تبقى عدلت ما بين ولادك في العطيه، ان انت اديتهم ده هديه يعني. اه بالظبط. اه يا فندم. طيب حاضر، هسال الشيخ ويجيبك ان شاء الله يا حاج جمال. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هو شيخنا عنده ولدين، واحد كبير وواحد صغير، الاثنين متزوجين. هو ربنا كرمه جايب شقه للكبير، وما قدرش ان هو يجيب شقه للصغير، قدرته الماديه ما قدرش. فبيقول دلوقتي الشقه اللي انا قاعد فيها ممكن اكتبها له، وعدته، وعد الصغير ده ان هو يكتبها له باسمه، فهل يجوز ولا لا يجوز؟ قلت له طب ده انت هتعمله عشان تعدل في الهديه او العطيه منك لولديك يعني؟ فقال لي اه. انا دي من باب العدل الامانه. هو اهدى الاولاني شقه، صحيح، كتبها له. طيب، وبيبقى هديه بالثانيه. تمام، لا باس. تمام يا شيخنا، جزاكم الله خير.